السلام عليكم. خلوني أشارككم بقصة عنوانها قوانين إدارة القرود. هذه القصة شرحت أو ذكرت بشكل علمي، بحث علمي في مجلة هارفارد بزنس ريفيو عام 1974 ميلادية، وكانت من الأعلى قراءة على مستوى المجلة، وكانت بعنوان Who's Got the Monkey أو بالعربي قوانين القرود. يصبح الموظف خالد على المدير العام للشركة أبو فيصل، وهو داخل مع باب الشركة: صباح الخير يا أبو فيصل، صباح النور يا أستاذ خالد. يا طويل العمر، أنا عندي مشكلة بسيطة في إعداد العرض القادم اللي بإذن الله سوف نناقشه في الاجتماع القادم، فأحتاج مساعدتك يا أبو فيصل. المدير: أبو فيصل، أنا الآن مشغول، خلني أفكر. هذا قرد طار من كتف الموظف إلى كتف المدير. يتجه المدير العام أبو فيصل إلى قاعة الاجتماعات ويجتمع مع الموظفين ويخلص اجتماعه ويطلب منه طلب الموظف محمد: يا طويل العمر يا أبو فيصل، أحتاج منك طلب صغير جدا في تحليل مساعدتي في تحليل التقرير المالي. يرد عليه أبو فيصل كعادته: ارسل لي ايميل وبشوف. هذا قرد آخر يطير عبر أسلاك الكمبيوتر إلى مكتب المدير العام. هو متجه المدير العام إلى مكتبه، يمر على أحد مرؤوسيه ويصبح عليه: كيفك يا أستاذ أحمد، وكيف الشغل معك اليوم؟ يرد الأستاذ أحمد بسيمفونية خفيفة ناعمة: والله يا أبو فيصل، أنا عندي مشكلة بسيطة في إعداد نموذج العمل للمشروع الجديد، وأحتاجك تساعدني في هذا النموذج. لا أنت. أبو فيصل يقول: عطني هذا النموذج وأنا بحله وبعطيك الخبر إن شاء الله قريب. هذا قرد كبير يطير من كتف الموظف إلى كتف أبو فيصل هو المدير العام. أبو فيصل يدخل مكتبه ومحمل بثلاث قرود، وأمامه قرود أخرى تنتظره في المكتب. يجلس على المكتب ويتصل عليه مدير الموارد البشرية وأيضا بسيمفونية ناعمة: يا أبو فيصل، عندي تقرير أو عندي في تعديل بسيط في السياسات والإجراءات الإدارية، أبغاك تطلع عليه. خلاص، أرسل لي إيميل إن شاء الله وأشوف. هذا قرد آخر يطير عبر أسلاك الهاتف. تأتي الساعة الرابعة وأبو فيصل ما زال يحاول يتخلص ويقتل هذه القرود، والكل خارج المكتب يضحك ويسولف ويتقهوى، ما في أي إنتاجية، وأبو فيصل ما زال في المكتب. وتأتي الساعة الخامسة والموظفين بدأوا يتضجرون، فيطرق الباب خالد: يا أبو فيصل، وش صار في القرد اللي طلبته منك؟ يتصل عليه محمد: يا أبو فيصل، طمني عن طلبي. يرسل له إيميل مدير الموارد البشرية: بشر أبو فيصل، وصات خلصت من القرد اللي طلبته منك. يخرجون الموظفين كلهم وهم زعلانين متضجرين. الأول يقول: كيف صار هذا مدير وترقى وصار في مركز قيادي؟ والثاني يذكر: ما المدير هذا ما يعرف يتخذ القرارات السليمة. والموظف الثالث: هذا المدير مركزي. وتأتي الساعة الخامسة والنصف وكل الموظفين يذهبون إلى منازلهم، وتأتي الساعة السابعة مساء وما زال المدير العام يحاول أن يتخلص من هذه القرود. ويدخل عطلة الأسبوع ويدخل يوم الجمعة، ويقرر أبو فيصل في الصباح الباكر أن يتخلص من هذه القرود على مكتبه اللي في البيت. ويدخل يوم السبت وما زال أبو فيصل يحاول أن يتخلص من هذه القرود، لكن لا جدوى، فيستأذن من فيصل أنه يكمل قتله لهذه القرود في الكافي شوب، فتسمح له أم فيصل على مضض وهي زعلانة ومتحسرة على الوقت اللي ضاع.
فيذهب أبو فيصل إلى الكافي شوب ويجلس وهو منهمك في قتل هذه القرود والتخلص منها، وفجأة يسمع أصوات يعرفها، شباب يضحكون يسولفون مبسوطين، فيرفع رأسه فإذا هم موظفين. أبو فيصل انصدم وانسحب في نفس الوقت، وهو راجع للبيت جلس يفكر في حاله وكيف أنه ترك عائلته وهم أحق منه بهذه الإجازة الأسبوعية. فقرر القرار التالي: أتى يوم الأحد الصباح فنادى الموظفين موظف موظف: يا خالد، هذا القرد أنت تخلص منه، وإذا احتجت مني مساعدة أطلب موعد، واحتاج يكون الساعة 2 ظهر. يا محمد، هذا قردك وتخلص منه. يا أحمد، خذ هذا القرد و تخلص منه، وأحتاج يكون الساعة 2 ظهرا على مكتبي. أحمد يرد على الموظف: يا طويل العمر، هذا القرد قردك. ويرد المدير بشكل حازم: صاحب القرد هو أقل مستوى إداري، وأنت شخص كفو تقدر تتخلص من هذا القرد. المدير العام يتصل على مدير الموارد البشرية: أنا أعرف شخص أكفأ مني يساعدك في هذه المهمة، وإن شاء الله ما يقصر معك. تأتي الساعة 11، ويخرج المدير من مكتبه بكل ثقة، ويشرف على موظفيه بكل احترافية، والكل جالس منهمك في أداء مهامه، والكل يشعر بالإنجاز. وتأتي الساعة 5:30، ويذهب المدير إلى منزله، ويلقى الوقت انه يجلس مع اولاده وافراد اسرته. ونختم المشهد بان قوانين اداره القروض او قوانين تفويض المهام الفعاله تعطينا التوازن في هذه الحياه، وايضا تخلينا نركز على اولوياتنا، وبالتالي تزيد انتاجيتنا باذن الله. مثل ما شفنا المدير يوم بدا يفوض تفويض فعال لقى الوقت أن يجلس مع أفراد العائلة، وأيضا يركز على مهام لذات أولوية. هذا الفائدة، والفائدة المستخلصة من هذه القصة. ودعونا نكمل باقي مهارات برمجة الذات ومهارات زيادة الإنتاجية، وعندنا آخر مهارة وهي مهارة التفويض الفعال. وسوف نتحدث عن قوانين التفويض وتعريف التفويض وفوائده ومستوياته وأنواعه، وأخيرا خطوات التفويض. خلونا نستخلص من القصة اللي ذكرناها قوانين القروض أو قوانين التفويض الفعال. وهناك مصطلحات لابد أن نتعرف عليها. المصطلح الأول: القرد معناه المهمة، والإطعام أو إطعام القرد يعني متابعة المهمة، والقتل أو قتل القرد معناه إلغاء أو شط المهمة. أول قانون يقول: كل قرد لازم تطعمه أو تقتله، لأن الوقت يضيع في إنعاش القرد أو دفن القرد. فالفائدة من هذا القانون إن المدير إذا فوض المهمة مو معناه إن خلاص انتهت مسؤولية المدير، لا، لابد المدير يتابع المهمة حتى تنجز. المدة المحددة لإطعام القرود 5 إلى 15 دقيقة كحد أقصى، ولا يعتبر ضياع في الوقت. طبعا تفرق من مهمة إلى مهمة. ما عدد القرون لازم إطعامها؟ ينقسم إجابة السؤال هذا عندنا شقين: القروض أو المهام الخاصة بالمدير والموظف. للمدير العدد للقروض اللازم إطعامها والمهام اللازم إنجازها ومتابعتها هو أقل من الحد الأقصى في الوقت المتاح. مثلا لو عندك 10 مهام رئيسية وعندك 8 ساعات عمل، فالقانون كالتالي: لا تعمل 10 مهام رئيسية في 8 ساعات، اعمل
العشر مهام رئيسية في 6 ساعات أو 5 ساعات، وخلي ال3 ساعات الباقية في مهام إشرافية، لأن المدير عنده مهام إشرافية على الموظفين، وعنده مهام أيضا في بناء العلاقات سواء مع العملاء أو مع الموردين أو حتى زيارة الفروع. وللموظف الحد الأقصى اللي هو في الوقت المتاح، عندك 8 ساعات فلا بد أنك تعمل جدول أعمال في مهام تنجزها خلال 8 ساعات كاملة. ضع مواعيد لإطعام القرود، لا تأخذ مهام وانت في الطريق كمدير، يعني لما تجلس مع الموظفين وانت داخل المكتب اسمع منهم، واذا يحتاج موعد اعطي موعد، اعطي موعد لانهاء المهم، الا اذا كنت تعرف الشخص اللي بيحل هذه المشكلة او هذه المهمة ممكن تفوضه او توجهه للشخص المناسب. الموظف مسؤول عن المواعيد، لابد ان نشتغل بهذه العقلية، ان اذا المهمة ما لها موعد المدير ايش حيسوي؟ حيسألك كل شوي صار المهمة الفلانية انجزتها ولا ما انجزتها، فهذا غير جيد في حق الموظف. وايضا اذا المدير فوضوي بيزعجك، فاحسن حل ان تضع موعد لانهاء المهمة، حتى لو المدير ما وضع موعد اتفقوا على موعد محدد. اطعام القرود يكون مباشرة، يعني ما يكون بإيميل، يا إما وجه لوجه أو بالهاتف. ليش؟ لسببين. السبب الأول، كتابة الإيميلات مجردة من العواطف، ممكن تفهم بطريقة خاطئة، وأيضا تأخذ وقت من الموظف في الكتابة وتأخذ وقت من المدير في القراءة. أفضل أن تطعم قردك بطريقة مباشرة أو بالهاتف. قرد يحتاج المدير والموظف معا. القاعدة كالتالي: إذا المهمة تحتاج أن يشتغل فيها المدير والموظف مع بعض، وهذه تحصل خاصة مثلا في إذا الموظف جديد أو جديد على هذه المهمة فيحتاج أحد خبير يساعده، فالقاعدة كالتالي: أنا أشتغل معك كمدير ما عندي مشكلة، ولكن هذا القرد قردك وليس قردي. فإذا أنت تتعلم وتنجز أو تتعلم هذه المهمة وتنجزها وتصير فاهم فيها فيصبح قردك. المقطع القادم بإذن الله سوف نكمل مهارات التفويض.